بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم ببلوغ شهر رمضان بفضله ومنته ونعمته سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الصائمين، فمع أول هذا الشهر المبارك شهر رمضان ومع ثاني لياليه ليلة الجمعة المباركة ينعقد هذا المجلس الذي ما زال بفضل الله تعالى متتابعاً في مدارسة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مستكثرين في ليلتنا المباركة الشريفة هذه من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى وسيد الورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متتابعين في بقية ما بدأناه في مجلس سابق فيما ساقه المصنف رحمه الله في ذكر نبذ من سيرة وحياة وشأن رسول الأمة نبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنكم أيها الصائمون مقبلون على ليلة كريمة، ليلة الجمعة، تفتتحونها بإفطار يوم صمتموه في فرض عظيم يحبه ربكم ويعظم فيه أجر العباد، مستقبلين في ليلتكم ليلة كريمة يتنافس فيها الصالحون ويتسابق فيها المحبون ذكرا لربهم وعبادة وقربا وصلاة وسلاما على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام بقدر ما ترجون من صلاة ربكم عليكم، والوعد الكريم في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا حي يا قيوم. وقف بنا الحديث في مدارسة كتابنا زاد المعاد أيها المباركون في فصل ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتنا يا أمة الإسلام. تقدم منهن ذكر خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم الصديقة بنت الصديق عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهما. ووقف بنا الحديث عند ذكر حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وزينب بنت خزيمة بن الحارث رضي الله عنها. فهؤلاء خمس من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى ذكرهن والحديث عنهن ليلة الدرس المنصرم، وها نحن ذا نواصل الحديث في ذكر بقيتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ومرة أخرى يقال: يا كرام، إن دراسة المرء لسيرة نبيه عليه الصلاة والسلام واستكثاره من ذلك هو استكثار مما يزيده لنبيه حبا، فإنه عليه الصلاة والسلام كل من عرفه أكثر كان في محبته أتم وأصدق، ومن رجا في قلبه لنبي الله عليه الصلاة والسلام محبة صادقة فعليه بالمعرفة الوافية التامة بكل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. زوجاته عليه الصلاة والسلام صفوة نساء الأمة التي قال الله عنهن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إنها أمي وأمك عبد الله. فمعرفتك بهن يزيد من حبك وإجلالك لهن رضي الله عنهن اللاتي أعلى الله شأنهن واختارهن لصحبة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وها نحن ذا نشرع في ذكر أمنا أم سلمة رضي الله عنها وعن سائر أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ثم تزوج أم سلمة هند بنت أمية هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتاً، وقيل آخرهن موتاً صفية. نعم، تقدم ما يتعلق بهذه الجملة في المجلس المنصرم، وأن أم سلمة واسمها رضي الله عنها هند بنت أبي أمية قرشية من بني مخزوم، وأما زوجها أبو أمية فهو حذيفة بن المغيرة التي هاجرت بعد زوجها بسنة. وتقدم أيضا ذكر قصتها وكيف فرق بينها وبين زوجها وابنها في حادثة الهجرة، فخرج زوجها أبو سلمة رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، ثم أخذ ابنها منها حتى خلعوا كتفه وبقيت هي عند قومها، ولما كان بعد سنة من حزنها أشفقوا عليها فارتحلت بابنها الرضيع حتى قدمت المدينة ولحقت بزوجها أبي سلمة رضي الله عنه، فلم يلبث أن استشهد في غزوة أحد، ثم أخلفها الله عز وجل بسيد الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى ما قالت رضي الله عنها فيما أخرج الإمام مسلم في الصحيح، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي في تلك اللحظة لا تستحضر إلا صحبتها لزوجها ووفاءه وسبقه بإسلامه وهجرته وتضحيته، فما كانت تستحضر تلك اللحظة إلا هذا الشأن العظيم لزوجها أبي سلمة. فقالت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: ثم عزم الله لي فقلتها. قالت الدعاء لما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: فقلتها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فصدق عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول هذا الدعاء صابرا محتسبا صادقا محسنا للظن بربه إلا تحقق له الوعد، فأي مصيبة حلت بساحتك عبد الله؟ كرب أو دين أو هم أو مرض أو أي شكل من أشكال مصائب الدنيا، فإذا قلت ما سمعت وصدقت في نيتك عوضك الله خيرا وأخلف لك بخير. وها هي ذي رضي الله عنها قد تبوأت بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة العظيمة، فأصبحت أما من أمهات المسلمين. قال رحمه الله: هي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن صفية، على خلاف يذكره بعض أصحاب السير في تعداد من آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل بل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف في من ولي تزويجها منه، يعني واختلف من كان وليا لها في عقد نكاحها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة أقوال: قيل ابنها عمر، وقيل ابنها سلمة، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيأتي ما يذكره المصنف ويحرره في المسألة. قال: واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها، يعني ابنها سلمة، نعم، التي به تكنى أم سلمة وبه يكنى زوجها أيضا أبو سلمة. قال: ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي ولي تزويجه دون غيره من أهله.
ذكر هذا في ترجمة سلمة ثم نعم، هذا أول الأقوال، أن ولي أم سلمة في نكاحها ابنها سلمة. واستدل لهذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر سلمة زوجه بأمامة بنت حمزة ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أمامة التي كانت صغيرة يوم فتح مكة، فدخل فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال علي هي ابنة أخي، قال جعفر كذلك وزيد، فاختصموا فيها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكون مع خالتها. فالشاهد في القصة لما زوج سلمة أمامة بنت عمه حمزة بن عبد المطلب قال هل جزيت سلمة، يقولها عليه الصلاة والسلام تعبيرا عن وفاء لسلمة بتزويجه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمه، قال لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهله. لكن الحديث هذا ضعيف في قوله هل جزيت سلمة، إسناده ضعيف عند المحدثين، فهذا أول الأقوال. نعم. قال ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي أنه قال حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. هذا ثاني الأقوال، ذكره ابن سعد في الطبقات نقلا عن الواقدي المؤرخ صاحب المغازي، ذكر بإسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة حفيد عمر بن أبي سلمة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة إلى ابنها عمر، يعني توجه بالخطبة إلى ابنها عمر فزوجها، وعمر هذا ابن أم سلمة كان يومئذ غلاما صغيرا. هذا ثاني الأقوال، وقد ساقه كما سمعت، إلا أن سنده مرسل، فأبو بكر حفيد عمر بن أبي سلمة لم يسمع منه، وهو أيضا والده مجهول، أبو بكر ابن محمد بن عمر بن أبي سلمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال حدثني ابن عمر قال حدثني ابن عمر قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضرا. الحديث وفيه فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. هذا كالدليل للقول الثاني أن ولي أم سلمة رضي الله عنها في نكاحها كان ابنها عمر، لكنه كان صغيرا. وأخرج الإمام أحمد في المسند الحديث الذي سمعت لما انقضت عدة أم سلمة من زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاطبا، فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت عذرين لها، قالت إني امرأة غيرا وإني مصبية، ذكرت في عذرها الأول شدة غيرتها، ونبينا عليه الصلاة والسلام ذو زوجات، فخشيت أن يكون لها من الغيرة ما لا تحمده لنفسها وما لا تحسن به صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عقلها وكمال حكمتها رضي الله عنها. وأم سلمة بعد زواجها برسول الله عليه الصلاة والسلام كان لها من المواقف المتكررة ما دل على سداد رأيها وعظيم عقلها رضي الله عنها. عذرها الثاني قالت وإني مصبية، أي امرأة ذات صبية صغار. وهذا إيش يعني؟ أنها تحتاج إلى اشتغال بهم، فتخشى أن يكون اشتغالها بصبيتها الصغار يحول دون تمام القيام بحق رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فكم كانت رضي الله عنها حكيمة عاقلة موفقة. فذكرت عذريها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر في الجملة قال: وليس أحد من أوليائي حاضرا. الحديث في أصله صحيح وخرجه الإمام مسلم دون الجملة التالية التي سيقت استشهادا للحديث، قال: وفي آخر الحديث قالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال لها: أما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها عنك، وأما صبيتك فإنهم وقد تكفل بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبان لها أن عذرها يوجد له من الحلول ما لا يمكن أن يكون يعني إشكالاً بالنسبة إليها. فقالت بعد ذلك لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا استدل هؤلاء بأن ولي أم سلمة في النكاح كان ابنها عمر، فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام فزوجه. سيستدرك المصنف رحمه الله على هذا القول، وأن عمر ابن أبي سلمة لم يكن بالسن التي تسمح له بأن يتولى عقد النكاح. نعم، قال: وفي هذا نظر. قال: وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع، يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ 6 سنوات. طيب، وهذا عمر في سن وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمره 9 سنوات، إذن يوم زواج أمه كم كان عمره؟ 3 سنوات. فهل ابن 3 سنوات يكون وليا في النكاح أو يعقل شيئا يفعله؟ نعم. قال: وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 40، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، فقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين، ابن سعد وغيره. إذن هذا ثاني الأقوال، وهو أيضا ضعيف، فإنه لا يصلح أن يكون عمر ابن أبي سلمة وليا في النكاح لصغر سنه. نعم. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب، والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرطة ابن رزاح ابن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، ووافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله، فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ثالث الأقوال أن الذي كان وليا في النكاح ليس سلمة ولا عمر ابنها، بل عمر ابن الخطاب، وأن قولها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تخاطب به ابنها عمر ذو 3 سنوات، لكن كانت تخاطب عمر بن الخطاب. وما علاقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: هو من أبناء عمومة أم سلمة، ليس ابن عمها المباشر، لكنك سمعت النسب، نسبه ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فبالتالي كان له ولاية عليها من العصبة التي ينتسب فيها وأم سلمة رضي الله عنهم إلى جدهم كعب. فلما قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن بعض رواة الحديث أن عمر المقصود في الرواية هو ابنها، فأضاف كلمة: فقالت لابنها عمر، وإنما قالت قم يا عمر،
فكان بعض إضافة فقالت لابنها اجتهادا من بعض الرواة وهما للظن أنه المقصود عمر ابنها وليس كذلك كما قال المصنف، وذهل عن تعذر ذلك عليه يعني على عمر بن أبي سلمة لصغر سنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث. نعم، أيضا من الأخطاء في رواية الحديث والأوهام قول بعض الرواة في روايته: قم يا غلام فزوج أمك، وهذه اللفظة لا تثبت في روايات الحديث، وإنما هي وهم حصل لبعض رواته. إذن فكذلك حصل الوهم في قول بعضهم فقالت لابنها عمر، وإنما قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 40، ومات ولي عمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله: يجوز أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ولي، قال: لأنه مقطوع بكفاءته. الآن ما حكمة اشتراط الولي في النكاح للمرأة؟ قال الفقهاء: حكمة ذلك أن يتولى الولي اختيار الكفء لموليته، فإن الرجال أدرى بالرجال، والولي حريص على موليته ابنة كانت أو أختا أو غيرها من القريبات، فلا يزوجها إلا من يراه كفءا لها، ولا يقبل بأن يعطيها لكل خاطب وإن كان لا يصلح. فهذه حكمة مشروعية الولي. فإن كانت هذه الحكمة فنبينا عليه الصلاة والسلام غني عنها، لأنه أكفأ من كل نساء الأمة، فزواجه عليه الصلاة والسلام بالمرأة عندئذ لا يفتقر إلى نكاح، على ما ذكره هنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن عقيل رحمه الله. وقال ذلك أيضا بعض الشافعية: إن من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب النكاح التي خص بها عن سائر الأمة هو جواز نكاحه بلا ولي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا القول الثالث أن الذي تولى نكاحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول أم سلمة في الحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد عمر بن الخطاب وليس عمر ابنها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قم يا غلام فزوج أمك يخاطب عمر ابن أبي سلمة الذي كان عمره 3 سنوات لا تثبت به رواية ولا يصح به اللفظ. ولو افترضنا صحته ووجدنا لفظة قم يا غلام فزوج أمك وجدناه صحيحا ثابتا، فإنه يحتمل أن يكون قاله على المداعبة للجد، أو يقول عليه الصلاة والسلام لطفل عمره 3 سنوات قم يا غلام زوجني أمك، لا يقال إلا على سبيل المداعبة، لأنه لا يصلح منه تصرف شرعي يتولاه الولي في النكاح. هذه 3 أقوال في من تولى نكاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمصنف رحمه الله قد ساق منها جملة هنا وبين الأقوال فيها. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في كتابه البداية والنهاية أنه ألف رسالة في هذه المسألة، حرر فيها أن الذي تولى نكاح أم سلمة عمر بن الخطاب، وقوله قم يا عمر يقصد به عمر بن الخطاب، وأن الذي تولى عقدها عليه ابنها سلمة، فعمر بن الخطاب كان خاطبا
لأم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى العقد ابنها سلمة، وهذا لأنه كان ابن عمها، حيث إن أبا سلمة كذلك في النسب متصل بأم سلمة رضي الله عن الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد، من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. سابع أمهاتنا أيها المسلمون زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ثنتان، تقدمت إحداهما في الدرس المنصرم، وهي زينب بنت خزيمة المسماة أو الملقبة بأم المساكين. زينب بنت خزيمة ما لبثت مع النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، توفيت في حياته، وهما أيضا كما قلنا ثنتان من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيتا قبله، خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة. أما هذه فزينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمته من؟ أميمة بنت عبد المطلب. فزينب هذه بنتها، وأبوها جحش من بني أسد بن خزيمة، فهي زينب بنت جحش. زوجها نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر لزيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد، عندما تبناه ورباه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم زوجه من بنت عمه زينب بنت جحش، ولحكمة أرادها الله ولتشريع مضى إلى يوم القيامة طلقها زيد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه آية سورة الأحزاب المشهورة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كان يخشى الناس عليه الصلاة والسلام فيما كانت تعتقده الجاهلية من عظم جرم من يتزوج زوجة ابنه بالتبني، كما هو اليوم في عرف الشريعة جرم وجناية من تزوج زوجة ابنه من الصلب. ابنك لو تزوج امرأة فمات عنها أو طلقها فإنها حرام عليك أبدا إلى يوم القيامة، والزواج بها محرم شرعا وسفاح يأثم صاحبه. كان في عرف الجاهلية ابن التبني مثل ابن الصلب في حكمه، فإذا تزوج امرأة حرم أيضا على من تبناه أن يتزوجها. فلما نزل في صدر السورة الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، الآية كانت لتفنيد حكم التبني وأن ينسب الرجل إلى أبيه، وأن التبني لا يعد أن يكون إحسانا وتربية، وأما الأحكام الشرعية فلا تثبت بالتبني. فلما تزوجها زيد وأراد فراقها ظل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإمساكها، فلما استمر الأمر وأصر على فراقها قال الله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وجاء التعليل صريحا: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني الذين ينسبون إليهم بالتبني، إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فهذه هي زينب بنت جحش. فإذا زوجها الله من فوق سبع سماوات، ما الدليل؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأراد الله أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت زينب هذه رضي الله عنها تفتخر كما في الصحيح عند البخاري، تقول لضرائرها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
فكان مفخرة لها رضي الله عنها ومنقبة تذكرها من بين سائر زوجاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف: ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولاً عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. ولهذا لما عدت المحرمات في النكاح في سورة النساء قال الله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذا قيد يخرج أبناء التبني، فإنهم لا يدخلون أو لا يدخل أزواجهم في المحرمات في النكاح. أحسن الله إليكم. قال: وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبي بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. هذه ثامن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، يعني من بني المصطلق. في غزوة بني المصطلق وقعت رضي الله عنها في الأسر، وحكم الأسارى أن يكونوا رقيقا تحت أيدي من وقعوا في أسرهم، والرقيق إما يباع أو يعتق أو يكاتب، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ معلوم يدفعه له على أجزاء محددة موزعة على أوقات محددة كذلك. فلما وقعت جويرية رضي الله عنها أسيرة في غزو بني المصطلق، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يعينها في أداء كتابتها لتعتق، فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من ذلك، عرض عليها أن يقضي عنها كتابتها، يعني أن يدفع لها ما تؤدي به عقد الكتابة فتعتق، وأن يتزوجها، وجعل عتقها صداقها. فلما علم الناس بذلك وسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى كتابة جويري وتزوجها، أعتقوا ما بأيديهم من سبي بني المصطلق إكراماً لأصهار النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها، فإنها بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق قومها من السبي جميعا في غزوة بني المصطلق رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله إليكم. قال: وتزوج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هنالك، وماتت في أيام أخيها معاوية. تاسع زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام أم حبيبة. أم حبيبة أبوها سيد من سادات قريش، وكبير من كبرائها، وشريف من أشرافها، وسيد من ساداتها. أبوها أبو سفيان من دهات العرب ومن سادات قريش، الذي كان قائداً لقريش في غزوة بدر قبل إسلامه رضي الله عنه، فهو الذي كان يقود القوافل والجيوش والمعارك لما أوتي من حنكة وقيادة ودهاء، فهو من سيد من سادات قريش. حبيبة أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان، وقيل اسمها هند، وأبوها سمعت أبو سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي هناك في بلاد الحبشة، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر في الحبشة ومات هناك، فلما تأيمت بعده تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي هناك بأرض الحبشة. زوجها النجاشي ملك الحبشة ودفع صداقها 400 دينار، وقيل 4000 درهم، وهي هناك مهاجرة، فدفع صداقها
وزوجها وبعث بها وسيقت من الحبشة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الذي أتى بها من الحبشة شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه، وبقيت حتى مات عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستمرت بعده في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم ماتت أيام خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ. هذا المعروف يعني أن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وحصل العقد وهي هناك، هذا الذي لا يخالف فيه أحد، وهو معروف متواتر عند أهل السير والتواريخ. قال: وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. يعني هذا لا يخالفون، كما يتفقون على أنه تزوج خديجة في مكة، وتزوج حفصة في المدينة، وتزوج صفية بنت حيي بعد غزوة خيبر، لا يختلفون، فكذلك يتفقون أنه تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة. قال: وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به. إنما صدر المصنف بالجملة أن هذا معروف متواتر لا يختلف عليه أهل التواريخ، رداً على رواية أشكلت عند العلماء، هي الرواية التي سمعت أن أبا سفيان قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: أسألك ثلاثاً، فأعطاه إياهن، يعني أجاب عليه الصلاة والسلام مسألة أبي سفيان. من المسائل الثلاثة قوله: وعندي أجمل العرب أم حبيبة، يعني ابنته، أزوجك إياها. وجه الإشكال أن هذا الحديث يدل على أن الذي زوج أم حبيبة هو أبوها أبو سفيان وليس النجاشي، ولم يكن هذا بأرض الحبشة، فهذا وجه الإشكال. والحديث عد الحديث عده جماعة من الحفاظ من الغلط الذي وقع في صحيح مسلم، وأنه خطأ متفق على وقوع الخطأ فيه، والصواب أن هذا الحديث وقع فيه خلط، وسيجيب المصنف عن مواضع الخطأ الذي وقع في الرواية. نعم. قال رحمه الله: قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار. قال ابن الجوزي: في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها له، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا، وذلك في سنة 70 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 8. نعم، هذا نقل عن ابن حزم وعن ابن الجوزي رحمة الله على الجميع، يؤكد فيه غلط الرواية التي وقعت في صحيح مسلم، وأن قول أبي سفيان: عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، خطأ في الرواية، ونسب الخطأ فيه بل الكذب إلى راوي الحديث وهو عكرمة بن عمار، وذلك أنه كانت أم حبيبة بالحبشة، وكانت تحت زوج وهو عبيد الله بن جحش، وولدت له، فكيف يقول أبو سفيان أزوجك أجمل العرب وهي بأرض الحبشة وقد تزوجت؟ إضافة إلى مسألة أخرى ثبتت في السيرة، وهي أن أبا سفيان تأخر إسلامه إلى فتح مكة، هو وابنه معاوية، فهما من مسلمة الفتح، وقبل فتح مكة كان صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبين الهدنة وفتح مكة جاء أبو سفيان إلى المدينة زائراً،
فدخل على ابنته أم حبيبة في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس على الفراش طوته أم حبيبة ولم تقبل أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يومئذ مشركا. هذه الأحداث تدل على أن أم حبيبة إنما تزوجت بغير ولاية أبيها أبي سفيان، بل كانت بالحبشة. فإذا هذه الرواية التي ينسب فيها أن أبا سفيان عرض على النبي عليه الصلاة والسلام تزويجه من أم حبيبة خطأ لا ينبغي التردد فيه، كما قال ابن الجوزي وغيره رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا في هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال: نعم. ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. أما قال في الحديث: أسألك ثلاثا، قالوا: من المسائل الثلاثة التي ذكرت، وهي دالة أيضا على الضعف والخطأ الذي لا شك فيه في هذه الرواية، قال: أسألك أن تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. أو ما علمت أنه صلى الله عليه وسلم مات ولم يثبت أنه أعطى أبا سفيان إمرة على سرية ولا جيش حتى مات عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يؤكد الخطأ والغلط والوهم الذي وقع في رواية عكرمة بن عمار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان. وقال الطائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان تزوجها بغير اختياره، وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. قال: أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، والسبب في ذلك أنه مخرج في الصحيح، فيتحمل العلماء ويتكلفون وجه التأويل عما وقع فيه من إشكال. فها هنا إجابات، منها الجزم بأن الذي حصل في عقد النكاح كان بعد فتح مكة، والسبب أن أبا سفيان أسلم بعد الفتح، إذن فما زوجها إلا بعد الفتح. قال ابن القيم: وهذا خطأ، طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ. جواب ثاني: أنها تزوجت وهي بالحبشة، لكن لما أسلم أبوها أبو سفيان رضي الله عنه أراد أن يجدد عقد نكاحها ليكون هو الولي تطيبا لقلبه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه. قال: وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يليق بعقل أبي سفيان، فإن هذه مما لا تكون لمثله رضي الله عنه. نعم. قال: وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. هذا جواب ثالث لبعض الأئمة كالبيهقي والمنذري، قال: لا، إنما قال أبو سفيان: أزوجك ابنتي في بعض زياراته للمدينة وهو كافر، وقال: أزوجك ابنتي لما سمع موت زوج ابنته عبيد الله بن جحش، فجاء فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه. هذا جواب متكلف. وقال: طيب، والمسائل الثانية في الحديث التي قال فيها أن توليني على قتال الكفار أيضا وهو كافر؟
قال لا، تلك كانت في حال أخرى، والراوي جمع المسائل في حديث واحد. قال المصنف رحمه الله: التعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده، يعني فيه من ضعفه ما يوضح عدم الحاجة إلى إيراد الجواب عنه. قال رحمه الله: وقال الطائفة: للحديث محمل صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضياً بذلك، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك. هذا جواب الرابع، وأن أم حبيبة إنما تزوجت بالحبشة، ولما أسلم أبوها أبو سفيان جاء فقال: أسألك أن أزوجك ابنتي، يعني أني رضيت بها زوجة لك، على اعتبار أنه كان يوم نكاحها على الكفر والشرك بالله. فلما أسلم طابت نفسه بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعت، هذه إجابات كان المقصد منها إيجاد تأويل لحديث مخرج في الصحيح، فأرادوا وجهاً يحمل عليه يستقيم مع الحدث التاريخي الذي أطبق عليه المؤرخون من كونها تزوجت بالحبشة قبل إسلام أبيها رضي الله عنهم جميعاً. والأسلم من ذلك كله ما صدر به المصنف الجواب أن الرواية غلط، وإن خرجت في الصحيح وعدت من الأوهام، الذي يكفي رده عن تكلف الجواب لإيجاد محمل صحيح له. نعم. قال: وهذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آلى منهن، أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظناً منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. نعم، ما زالت هاهنا بعض الإجابات الواردة على هذا الحديث في بيان محمل صحيح تحمل عليه الرواية، نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أما إن مغرب جمعتكم قد اقترب أيها الصائمون، فاغتنموا واغتبطوا بما حباكم الله تعالى به من إتمام صوم يوم ترجون ثوابه عند أكرم الأكرمين، ثم استفتتحوا ليلة جمعتكم بالاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الأمة ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ترجون ما أعد للمصلين عليه عليه الصلاة والسلام، فإنها خير كلها وبركة وأجر عظيم. وما يتسابق المحبون بشيء كمثل سباقهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يرجون بذلك الأجر العظيم الكريم الموعود. يا من تزين بذكره الأيام وتقاصرت عن وصفه الأقلام، صلى عليك الله ما هبت على خضر النخيل من الصبا أنسام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى صلاة وأتم سلام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أكثر أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.